ولو انفخ بالون نفس بالون والله هيدا ايش شو هيدا ولو انفخ بالون نفس بالون اللهم صل على النبي شو هيدا سوق الدرة للخضار والفواكه والله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي ولو انفخ بالون نفس بالون سوق الدرة اجمل ما يكون تدخل اجيد منك من غرض لايم عبد وراضيها يا رب يا رب سهلا. السلام عليكم عليكم السلام الله يمسيك بالخير يا عمي اهلا وسهلا عم الحاج تفضل يا عم الحاج اهلا وسهلا والله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يا عمي حياك الله كيف انت يا عمي الله يسعدك اهلا وسهلا طواف يا عمي اهلا سلامات شو اخبارك اهلا هلا عمي والله بسم الله ما شاء الله المحل اللهم صل على سيدنا محمد اي ايوه الصلاه والسلام بدنا سوق زي هيدا الحمد لله الحمد لله ايه ده اخذ منك من غرض يا عمي حياك الله عم تفضل لا شو بدك حياك الله يلا حاج اهلا وسهلا هي عمي كمان الخيارات عشان نسوي سلطه حياك الله هاي البندوره وهي اهم شيء الزهر عشان نسوي مقلوب ان شاء الله يا ريت الف صحه وعافيه الله يرضى عليك وبهيك بيكون جهزنا كل شيء شو ضل عليك يا ابو عبد تجيب صحيح بدنا نجيب الدجاج بتسقي اسعار الدجاج اليوم تجيب السير دجاج غالي اليوم شو غالي الدجاج بالعلال اليوم ابو عبدو مالك اي عنه لا تاكل والا ناكل دجاج على عيلاية طرباشها كنا زمان ناكل البط والوز ما يلحق نص السعر هذا تعرف يا عمي والله بقول لي عقلي انزل هالقيتي على سوق الدجاج واشتري لي هيك بطه ولا وزه واطبخهم على المقلوبه احسن لي من كل هالدجاج اصلا احنا الدجاج مش مخبى عليك اي والله زقناه دجاج البطه اذكى من مليون دجاج وسعرها ارخص يا معلم وبتاكل ودسم لحم مش زي الدجاج مع الصيص لحم لا 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 لا, لا. انا بدي عودت ارجعها ارجع ذكريات زمان ها البطه بتجيبها ولا الوزة بنص سعر الدجاج كلها هالقد الفروجه هي بسموها فروجه مسمينها عشانها صغيره تشبعش حد والله ما عبده ما تشبع منها والله يا عمي انه صحيح زاكي دير بالك الوز زاكي بتاكل انت منه بتدوقه زاكي والله ما شاء الله طب بدي اسالك سؤال يا عمي كونك انك انت بتقول لي انك انت بتاكل بط وز يا هل ترى بط ولا وز اجيب فكرك انت يعني فكرك بدي اشوف شطارتك فكرك انت شو الفرق بين البطه والوز يلا تعال شوف هيك سؤالك صعب ابو عبدو لا هي من الاحساب داي ولا الوز اكل بس اقول لك بعرف اكذب عليك مش عارف فكر كويس والله بدي هذه فتره لما افكر فيها ابو عبدو طيب انا بدي اقول لك بس مش هلقيتي احسب لي هذا الزلمه ما عرفش الفرق بين البطه والوزه انا بدي اسالكم سؤال كلكم جاوبوا على التعليقات قولوا له شو الفرق بين البطه والوزه في فرق بين البطه والوزه اكتبوا لنا على التعليقات شو الفرق بين البطه والوزه وانا بعدين بكون اغششكم ما حداش يقول له شو الفرق بين البطه والوزه واذا حدا عرف بيجي بيعدي على هوني على المحل اللي هو سوق الدره للخضار والفواكه وبحكي له الاجابه بحكي بس تقولولوش ان انا قلت لكم ها هو مش سامعني تقولولوش احلى ابو عبده انت فكر فيها براحتك انا بقول لك ايه بعدين الفرق بيناتهم البطه والوزه ما عرفش ابو سمره صاحب المحل شو الفرق بين البطه والوزه يا جماعه الخير افهمتوا انا في السؤال اسمعوا انا بدي اغششكم بدي اقول لكم شو الفرق بين البطه والوزه
وبتيجي بتقعد قولوا له انتوا شو الاجابه، قولوا له انتوا تعالوا زوروه هون في الخليل عيسى عند جامع خباب دوار خباب، ادخلوا على دخله البدي على شقه الجلدي هيك، ادخلوا على طريق الجلدي في اول طريق الجلدي قدام دخله وادي الكرم، هي سوق الذره الخضار والفواكه، بتيجي تحكوا له شو الاجابه؟ الاجابه يا جماعه الخير الوزة اصلها بطة، نفس الفصيلة، بس الشيطان الا لعنة الله على الشيطان، الشيطان هو الوزة فصارت وزة. تيجي بالزرور يلا خطركم، السلام عليكم. يوه ما جبناش الاغراض يا جماعة، والله ايتم عبده بيسوي لي مناحة بالدار، بدي اعود ارجع اجيب الاغراض، السلام عليكم. وين الاغراض؟